الراديو 90 90 هواها مصري. ايوه. طب بعيدا عن حلقه النهارده، من اقرب الحلقات لقلبك في السيزون ده ايه؟ لا بصي هقول لك حاجه بجد، مش كلهم ولادي، مش عارفه ايه. عايزه اقول انه كل حلقه منهم مختلفة. وكل حلقة منهم فيها حتة كده أنا عنت فيها، مثلا في الاستوديو أصريت إن احنا نعمل حاجة، كل حلقة بطلع حاجة جديدة من النجم اللي قدامي. يعني الحلقات كلها مع ناس أنا بحبهم جدا يعني، وده واضح في الكاميرا طبعا. يعني دول فنانين ليهم تاريخ وليهم نجاحات كتير وليهم جمهورهم كمان. فأنا بحبهم، وهم بيستغربوا إن أنا حافظة أغانيهم، ممكن هم يكونوا ناسينهم وانا حافظاها. يعني زي الفنان رغب علامه، الفنان هاني شاكر، ما حافظ الالقاب للجميع، كلهم نجوم كبار. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا لما سمعنا ان الفنان الكبير هاني شاكر جاي معاكي في حلقه، احنا قلنا الحلقه هتبقى راسيه، احنا ضحكنا في الحلقه جدا. ايوه الناس كلها اكتشفت هاني شاكر اللي دمه خفيف بالظبط. يعني انت الميزه بجد بشهاده الناس كلها اللي باينه في البرنامج، ان انت زودتي روحك باينه طالعه. فكره قعدتك الحلوه معاهم وانكم بترجوا من قلبكم دي باينه مع الناس جدا، بين البرنامج ده وبين برنامج يلا نغني فيه كذا سنه موجوده. انت ايه الفرق بالنسبه لك بين التجربتين؟ في 8 سنين يعني يلا نغني كان في 2011. اللي شجعك بقى انك ترجعي تاني تعملي برنامج؟ الناس. وانا بحن ان انا اشوف صحابي. بصي انا شخصيه مش اجتماعية جدا، يعني مش من النوع اللي بتقابل مع صحابي أو مع زملائي كتير. مش دايما في سهرات مثلا بتلاقيني أو حاجة. أنا واحدة بحب شغلي جدا وبحب الاستوديو جدا، فتلاقيني كل حياتي كلها يا في الاستوديو في البيت يا بسافر شغل. يعني فببقى محتاجة أن أنا أشوف صحابي يعني. فإن أنا أقعد معهم قدام الكاميرا صدقيني ببقى في شو أن أنا أقعد معهم. يعني وحشني جدا، وبحب ان انا اقعد معاهم واحب اعرف خبايا اغاني انا حافظها لهم. يعني فنان رغب علامه مثلا تفاجئ ان انا حافظه له اغاني هو نسيها في بدايته. بس انا في اغاني ليهم علمت في بالي. يعني في الفنان ملحم زين كمان عنده اغاني انا بموت فيها، هتسمعوها بصوتي في الحلقات الجايه. كلهم الحقيقه يعني. ففي فرق كبير بين البرنامجين يعني، 8 سنين وغير كده. حكايات لطيفة أصرينا أن احنا نفتكر مع الناس الأعمال الجميلة الغنائية اللي تعملت في الأفلام الغنائية. ودي كانت فكرة الشركة المنتجة يعني، والإعداد وكده. فكانت عجباني جدا، وأنا دي لعبتي بقى بالزبط. أنا بحب موت كل ما هو مسرح غنائي، كل ما هو أفلام غنائية، فتلاقيني حافظة كل حاجة. يعني حتى الغنوة اللي غنيناها أنا والفنان وائل جسار في أول حلقة دي كانت اختياري أنا وماما. الله. دي غنوة أنا بغنيها من عمري 9 سنين يعني، إيدي في إيدك ونسير والمولى راعينا، بتتغنى بالفلاحين وبالنيل وبال. النقطة برضو اللي كنت هقولها لك، إن معظم الناس لما بيعملوا برامج أو حاجات أو حلقات حتى معتمدة على الأغاني القديمة بيجيبوا الأغاني اللي هي معروف إن كام أغنية هنلعب بيهم. لا أنت فتحتي السنة دي القديمة ودورتي وطلعتي. لازم حقيقة. وفي جروب إعداد جامد جدا يعني، هنا بحييهم كلهم يعني طبعا. ومعايا طبعا واحدة جامدة جدا، دورس. دي دورس هربت مننا، هترجع معانا في الاستوديو تاني. دورس طول عمرها أبوها كان أكبر منتج، الأستاذ موريس اسكندر الله يرحمه، هو اللي عمل لي أول ألبوم ليا. وهو اللي أنتج. هو مسيحي قبطي وبحييه وبحيي روحه جدا. لكن أكتر واحد أنتج شرايط قرآن في مصر، اول مره اعرف للنقشبندي ولعبد الباسط عبد الصمد وناس كتير جدا. وطبعا انتج تاريخ بلال حمدي والسيده ورده وكده يعني.